للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراس. يا العميد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. نعم، بداية سيرة العميد، ما هي الأوضاع العسكرية في منطقة سرت والجفرة الآن؟ الأوضاع العسكرية كما هي عليها، قواتنا تقوم دورياتها الاعتيادية، بل وتكتف الآن أكثر الدوريات في حدود موقعنا دوريات صناع مستقر زمالي مراقبة تحركات أي عدو الذين ليس لعهد ولا ميثاق. يعلم الجميع أن ميليشيات الكرامة نقضت العهد ونقضت الاتفاقيات أكثر من مرة، وهذا الشيء جعل رجالنا أبطال المحاور يقومون بدوريات اطلاع متقدمة لمراقبة تحركات أو أي تقدم تقوم بقوات العدو. كذلك نظرا للأوضاع الإنسانية المأساوية السيئة التي يعيشها أهالينا في المنطقة الشرقية وبالأخص في مدينة سرت ومدينة جفرة، لاحظنا المدة الماضية محاولة هروب مجموعة كبيرة من العائلات ونزوحهم إلى الغرب الليبي، وتعرضهم إلى الألغام التي زرعتها ميليشيات الفاغنر، تعرضهم للقناصين الروس ومات عدد كبير منهم في المدة الماضية، فجعلنا هذه الدوريات متقدمة لتنبيه المواطنين وعدم التقدم كذلك لمراقبة قواتنا. طبعا رجالنا الآن مرابطون في الباب وليس على الكراسي وليس في الحوارات التي لم تأت أكلها إلى حد الآن. نعم، ماذا عن تحركات الميليشيات والمرتزقة في المنطقة، وهل التحشيد فعلا مستمر الآن؟ فعلا يعني من مدة شهرين تقريبا أو شهر ونص لاحظنا تبادل القوات المتمردة ميليشيات الكرامة من سرت إلى الجفرة، نقل القوات، دخول مجموعة وخروج مجموعة أخرى. الأسبوع الماضي هبطت أكثر من طائرتين قادمات من اللاذقية إلى مطار الأبرق ومن ثم إلى مطار سرت والجفرة. هناك بعض المناورات العسكرية الداخلية تقوم بها هذه الميليشيات، نقل القوات من مكان إلى مكان. كذلك لديهم مسؤولين الآخر استطلاع من المدة الماضية مدة أسبوع أو أكثر، قاموا بالرماية على قواتنا بعدد 4 صواريخ جراد وأعلننا عليها سابقا. كل هذه الأشياء تجد رجال وأبطال عملية تأمين سرت الجفرة المرابطون يستعدون على هبة الاستعداد لرد أي هجوم ولرد أي محاولة تسلل باتجاه قواتنا. يعني أنت سيارة العميد، هل تعتقد بهذه التحشيدات وخرق مبادرة وقف إطلاق النار لأكثر من مرة، هل تقترب أو تعتقد يعني قرب ربما اشتعال نار الحرب مرة أخرى؟ نحن من نريد السلام أخي الكريم، نحن نريد الأمن، نريد السلام، نريد أهلنا في الشرق الليبي. نحن نتبع تعليمات قياداتنا ونفذها حرفيا، ولكن هذه الميليشيات من يا أستاذ الكريم يستطيع أن يثق بحاضر وأمثالة وميليشياتها؟ ليس لديه عهد ولا ميثاق. كل هذه الأشياء جعلت رجالنا دائما على هبة الاستعداد. لو هم أرادوا الحرب فنحن أهل الله، ولو أرادوا السلم نحن هم من السلم، ونحن من نريد أمن واستقرار ليبيا، لا نريد حكم العسكر. نعم لمدينة الدولة، نحن من نطالب بهذا، ولكن المتمرد يريد السلطة على أكتاف مدينة ليبيا، ولكن دعوت له رجالنا سوف يمنعون من ذلك. نعم، تابعنا سيرة العميد في الأيام الماضية، استعراض عسكري لميليشيات مجرم الحرب حفتر التابعة لكتيبة 128 بالمنطقة الوسطى، ماذا عن هذا الاستعراض؟ هو مجرد كتيبة الميليشيا 128 التي كانت في منطقة صلاح الدين في طرابلس وفي غريان، وكان أغلب عناصرها من المرتزقة والجنجويد. قاموا المدة الماضية بدعمهم بمجموعة من ميليشيات كان يترهون وعمل استعراض عسكري لديهم، وجل هذه الكتيبة هي من الميليشيات وليس من أبناء الليبي وليس من الجيش الليبي، وتم نقلها تقريبا إلى الجنوب الليبي، وتسميتها تسمية لواء 128، يحاولون تكبير أنفسهم ولكن بعون الله رجال أكبر وأكبر منهم بكثير.